موعد الدكتور. في وقت حبيبي، في وقت. يا الله، لو انت مريض ولو انت صاحي مهنيني بطلعه من البيت. شو يعني احنا بامريكا والدنيا رح تطير؟ طول بالك روحي. معدنان لا تنسى تحطي بصلة مع الفروج. يلا احنا رايحين. لحظة انا رح افتح حبيبي. اهلين وسهلين. حزير مين اجاك؟ الحمد لله على السلامة يا بنت. اهلا وسهلا، تفضل. شوف بقى مين اجاك، هذا حبيب قلبك ابو معين. سلامتك يا عم، سلامتك. لا ان شاء الله بتتحسن، لا تخاف ان شاء الله بسيطه. ان شاء الله تفضل ابو معين. تفضل. شو بتحب تشرب؟ لا شكرا ما بدي شيء، تسلم يا رب. لا شايفكم طالعين. اي والله عنده موعد مع الدكتور، يعني اليوم جلسه التدريب على الكلام، نحن ما بنغيب ساعه ونص بالكثير. وهي مع عدنان عندك، خذ راحتك. لا شو خذ راحتك؟ بروح معكم على الطبيب وبطمن عليه. والله ما في داعي، معقوله من حلب لهون سفره؟ انت لازم ترتاح. لا باسي، صحيح احنا اختيارنا ايه بس مو لهالدرجة. يلا بروح معكم، تفضل. شو القصة دكتور؟ بعد جلسة تدريب على الكلام عملت له جلسة تدريب لرجله، لأني شفته اليوم رجله تعبانة شوي. بحب اعرفك، الاستاذ رضوان السعيد صديق عمره العبود. يا اهلا استاذ، اهلا. هو حابب يطمن منك عن عبود. انا شرحت للمدام حاله الدكتور عبد الساتر. الجلطه اثرت اكثر شيء على المنطقه اللي بتتحكم بالكلام. بالنسبه لايده ورجله بالتدريب رح يتحسن، لكن ايده رح يتاخر تحسنها شوي عن رجله. المهم يكون هو عنده الرغبه بالتقدم. طيب ممكن يصير يقدر يكتب؟ صعب. الجلطة كان حجمها كبير. وصلكم لفوق وبعدين بدك تعزمني، في عندي موعد. لا معلش روح انت، اصلا انا مش شايل الدكتور وبدي اشوفه، فرصه نقعد مع بعضنا. معلش بس لفوق بوصلكم. خلص لا والله روح انت، هاي فرصه نقعد نستعيد ذكرياتنا مع بعض. طيب ماشي ما راح اتاخر. ماشي. بكير صار لي ساعة ناطرتك سعاد. ساعة لحتى عرفت اطلع من البيت بالغصب، اي لعن ابو هالعيشة. شو هو حبس؟ شبكي طولي بالك، تعي شو القصة؟ كل اخطائه بيرميها علي. احمد رسب مادتين بالبوكس، امبارح جاب جوابي، اليوم لما تلفنتي لي حلي لسيد ابو احمد يناقشني بالموضوع. ليش قال شو؟ انا المسؤولة. ليش لما تجوزني حضرته ما كان بيعرف اني راسي بالبكالوريا؟ طيب ماشي الحال خلصينا. بتضرب هالعيشة. صحيح ما قلتي عزمتي بنات عبد الساتر؟ فشلت عينه. إذا ما الاتحاد بعت وراهم أنا ما حأعزمهم. تعب كل هالحياة فما يا ابوي يا راغب بزياري. يا
وفتانة العينين قتالة الهوى إذا نفحت شيخا روائحها شبا. ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت على عينيه حتى يرى صدقها كذبا. طمني يا عبد الساتر، كيف أم باسم معه؟ يا ستي كل الرجال هيك، لما بتكون الشغله في وراها مجد لهم كل واحد بيقول يا نفسي، بس عند السؤال والمسؤوليه بحطوا كل الحق على الست. معك انا لما بتذكر وضعي بتبس على الجرح منيح وبسكت حالي. اي والله الله يسامحها امي كل الحق عليها، طمعت بمركزه وماله ونسيت عمره، لك وعمر بناته وعمري انا. اه يا حسره. يلا ستي باين جايب شغلات حلوة، تعي نتفرج. شوفني هدول؟ لا لا ما عجبوني. هذا شو رأيك فيه؟ حلو كثير، خديه. بس هذا مناسب لبلوزتي، هي مو مناسب للفستان. بتعرفي؟ لو جايبة معك الفستان كان بين معنى أكثر. أي صح معي. هذا حلو ما هيك؟ ايه حلو كثير، بس لا كمان مو هيك، انا بدي طقم كامل. ايه معلش خذي لي غير الفستان هذا. ايه ما بدك هدول؟ لا لا ما في. شو عنده شغلات حلوه؟ ساعات؟ بكره بالحفله كل العيون رح تطلع عليه، والله لاطلع احلى وحده. شو يعني؟ اذا كان جوزي مريض بحط الحزم بالجرن وبقعد؟ طبعا لا، اصلا مشان نفسيتي لازم تهتمي بحالك اكثر. ايه والله اللبس الحلو والشعر المرتب بحلوا نفسية الوحدة. بتعرفي؟ لبقلك كثير طقم حلو خديه. يلا فين؟ شوف قديش حقهم؟ الا حقك فتح. في الوان منهم هدول؟ طبعا كل الوان. شوف لنا هدول اذا ما على راسي. اهلا وسهلا. بس انت اخذتي شهاده، يعني صار ما صار لا سمح الله، اسمك خريجه جامعه ومعك شهاده علم نفس. اخذتها بطلوع الروح. ايه بس جوزك وقف جنبك هدول 4 سنين، يعني لا سنة ولا سنتين، وهي انت بالاخير الحمد لله قدرتي عليها واخذتيها. اخذتها؟ ايه مزبوط اخذتها، بس مثل اللي عامل عملي، يعني لا رحت على الجامعة مثل هالصبايا وهالشباب ولا تمتعت بايام الدراسة. يا دوب يوم الامتحان كنت روح اقدم وارجع. والله انك اكالي نكارة، مو انت قلتي لي بعظمة لسانك انه على قد ما جوزك شجعك على الدراسة واهتم فيكي، صرتي بالاخير تقرقي عليه وتقولي له والله كاني رايحة اقدم هالامتحانات عناك؟ والله كلامك مظبوط. بس تعي لهون، انت ليش عم تحامي عنه كل هالقد؟ سعاد لا تكوني ناويه تدرسي محاماه. اه يا ريت يا ناديه، بس يا حسره. اللي بدي اقول لك اياه انه ابو باسم احسن من جوزي بألف مره. إيه انا درس خياطه مرتين بالاسبوع ما صح لي اتعلم. معدنان؟ يا معدنان؟ نعم. خلص الغداء؟ محضر السفرة. وين عبود أبو مهي؟ على البرندة. طيب روح جيب الأكل. أهلين ماما. أهلين حبيبتي. يعطيك العافية. شاري شغلات حلوة؟ شوفي. وينه باسم؟ شو لهلا ما رجع؟ لا بلا رجع واكل لحاله، قال مضطر يروح بسرعه على الجريده، بعدين عنده موعد مع سوا. جاب الخبز؟ لا قال مشغول وماله فاضي. طب وليش ما رحتي حضرتك جبتيه؟ انا قعدت مع عمو رضوان وقريت له شوي من اشعاري، بعدين يعني ما خطر لي. يا سلام ما خطر لي. الك ما كلكم عباقره بهالبيت ما شاء الله، حضرتك مو فاضي وحضرتك ما خطر لي. لكن في جاريه هي اللي مسؤوله عنكم وهي اللي لازم يخطر لها كل شيء. السيد باسم مشغول كثير بهالايام، كان يستحي على حاله واقل ما فيه يقعد قدام ضيف ابوه، ليش ما بيعرف انه ابوه الكلمه ما فيه ينطقها؟ كان يقعد قدام ابوه ويساير ضيف ابوه. لكان طالع لابوه ولكلكم طالعين لابوكم. ما شاء الله لك كبرياء. اسكتي انت، بدك تعلميني شو ساوي؟ ماما ما بعلمك، بس اسمحي لعمو يسمعنا هلا. خليه يسمع، واللي بده يسمع يسمع. لك طلعت روحي من العيشه، كل شيء فوق ظهري، والله هديت. ماما خلص حبيبتي، اذا كان الخبزات هلا بنزل تجيبهم. عمرك ما حملت شي عني، كل شي فوق ظهري، راكد ورا شغلك، دخيلك شو اخذنا من ورا الشغلة كلها، جايز نومين. ان شاء الله هلا كل شغلة بدك تفتحي لنا الدفاتر القديمة عليها. اسكتي يا بنت،
انت مصره انك تحلميني؟ لك محسبه حالك انك كبرتي؟ عم تستني امك هالطالعه والنازله؟ يلا يلا على الاوضه، يلا على اوضتك. يلا بقى نشوف شعراتك عبودي. يلا حالك دلع. مشان تشوف منامات وانت انيق. شو ناسة حبيبي؟ اي والله صار موعد نومك. يلا بسقيك الدواء هنيك. معلش ما خلي عني، انا باخذ بابا على اوضته وبسقيك الدواء كمان. انا ناسته بدي نام. يلا بابا يلا. شاهد ما بيرضى ياخذ الدواء الا من ايدين ماما. ماشي الحال. دكتور عبد الساتر بكره بتندم. ها صحى على انت من الاهل. يلا يلا عبودي. شو صار الليلة؟ معقولة يا بنتي؟ هلا معقولة أنت ذاتها نادية يلي كانت الظهر مولعة مثل البارود؟ شو قصدك أبو معين؟ الله يرضى عليك يا بنتي، والله مو قصدي شيء، بس يعني النرفزة والتعصيب ما كويسين لا لإلك ولا لعبد الساتر ولا للولاد. بعرف. معقولة؟ معقولة قديش كان مبسوط وأنت عم تلبسي مشتي له شعره؟ صرنا عمر مع بعض يا أبو معين 27 سنة، يعني من وقت اللي كان عمري 15 سنة. هو اللي رباني. إن شاء الله الله بيشفيه وترجع له صحته. بس يعني هالنرفزة والتعصيب ما بنعرف. بعرف والله بعرف يا أبو معين، بس مو بإيدي. مرات هيك ما بقدر بمسك حالي. يعني بحس حالي مثل القمة اللي بدها تنفجر. أبو معين أنا طول عمري عم بستنى لحتى يقضالي ونعيش سوا مثل الناس الثانيين، نطلع ونفوت نسهر سوا. بس شو بدي أعمل؟ أنت عارفان طول الوقت كان راكد ورا شغله وتارك الحمل علي. بالأول ولاده وبعدين ولادي. تصور يعني حتى لما كنا نتخانق ما كان يقبل يتداخل بيناتنا. حياتنا كلياتها بالنسبة لإله ثانوية. المهم إنه يمشي البيت وخلص. بس شلون؟ مو شغله. هلا لما كبروا الاولاد واجيت لحتى اتنفس وقع هو. حتى شهادتي ما فرحت فيها يا حسره. اللي طيب شلون بدي اشتغل واتركه؟ شلون؟ طول عمري عم استنى لحتى يكبر الاولاد، حتى ارتاح، حتى اتنفس، لحتى اشوف الدنيا. ما رفعت راسي انا، هو على راسه. ما بتعرفي ان شاء الله ابو معين الدكاترة كلهم قالوا ما في امل. بتعرف انت سنه كبير والجلطة كبيرة، يعني مستحيل يقدر. الله كريم يا بنتي، بجوز على التمرين. هو راح واجا، سافر، مؤتمرات، ندوات، شاف، تمتع، انشهر، وانا قاعدة هيك عم بستنى. هلا حتى اولاده ما عم يسألوا عني. يعني ما هو كل واحد صار له حياته الخاصة. أبو معين ما حدا عم بيشيل كتف عني أنا. بناته اللي بالخليج بالشهر وبالشهرين مرة ليفتحوا تليفون، وبناته اللي هون ملتهيين بحالهم وبولادهم. تصور حتى ابني باسم طول الوقت راكد ورا خطيبته، يعني ما راحت إلا علي أنا وبس.